مرحبا بكم في مدونة فلوج لهذا الأسبوع، حيث سأشارك خطة وجبة الطعام التايلاندية الشخصية لمدة أسبوع كامل. انضم إلي وأنا آخذك كل يوم وعرض الأطباق التايلاندية اللذيذة التي أستمتع بها وكشفت عن نصائحي لنجاح التخطيط للوجبات. الاثنين، باد تاي وغرين بابايا سالد. سنبدأ الأسبوع مع طبق تايلاندي كلاسيكي، باد تاي، إلى جانب سلطة البابايا الخضراء المنعشة. سأشارك المواقف المفضلة لدي للاستيلاء على هذه الأطباق وحتى أظهر لك وصفة سريعة لجعلها في المنزل. الثلاثاء، حساء توم يوم والأرز اللزج مع المانجو. في يوم الثلاثاء، سنسخن مع وعاء من حساء توم يوم الحار ومتابعته بعلاج حلم أرز لزج مع المانجو. تعرف على المكونات التي تجعل هذه الأطباق فريدة من نوعها وكيفية تحقيق التوازن بين النكهات. الأربعاء، الكاري الأحمر والأرز الياسمين. لتناول وجبة منتصف الأسبوع، سأستمتع بكاري أحمر دسم مع الأرز الياسمين. اكتشف الأنواع المختلفة من الكاري التايلاندي والمكونات الأساسية لصنع عجينة الكاري الأصلية. الخميس، الكاري الأخضر والشاي المثلج التايلاندي. تتميز خطة وجبة الخميس جرين كاري، وهي طبق تايلاندي شهير آخر، مقترن بشاي مثلج تايلاندي منعش. سأريكم كيفية صنع الشاي المثلج التايلاندي المثالي في المنزل ومشاركة بعض النصائح لطهي الكاري الأخضر. يوم الجمعة، دجاج باسيل يقلب والأرز المقلي التايلاندي. بينما نتوجه إلى عطلة نهاية الأسبوع، سأتي أيضا على الأرز المقلي التايلاندي والأرز التايلاندي. تعلم الأسرار لتحقيق التحريك المثالي واكتشف كيف يختلف الأرز التايلاندي المقلي عن أصناف الأرز المقلية الأخرى. السبت، حساء القارب المعكرون والأرز المانجو اللزج. يوم السبت، سوف ينغمس في وعاء مريح من حساء المعكرون القارب وأعيد النظر في الأرز المانجو اللزج الشهير للحلوى. سنناقش تاريخ المعكرون القارب وكيفية جعل الأرز المانجو الخاص بك في المنزل. الأحد، الدجاج التايلاندي المشوي وسمطم. لأختتم الأسبوع، سأستمتع بالدجاج التايلاندي المشوي مع جانب من سومطم، سلطة البابايا الحارة. اكتشف أهمية المخلوطات في المطبخ التايلاندي وكيفية صنع سومطم الشهية التي تحزم لكمة. شكراً لك على الانضمام إلي في مغامرة الطعام التايلاندية التي استمرت أسبوعاً. إذا استمتعت بهذا الفيديو، فتأكد من إعطائه إبهاماً واترك تعليقاً أدناه مع طبق التايلاندي المفضل لديك. لا تنس الاشتراك لمزيد من المحتوى اللذيذ، وسأراك في الفيديو التالي.